قلتلك بس يشكوا بالتراب اللي محطوط على بابه بتدلي علي بنتك. مظبوط. بلشت تفهمي علي. هذا سحر مو حجابات. الحجابات مفعولها ضعيف وانا عم حلل الاجر اللي اخذته منك. كيف هلا وقت طلعت له السحر لصارك مو صدقني وامن فيني ورح يصير يجيب رجلي لعندي. المصيبه ما له مصدق بالدنيا حدا غيرك. خلص انا رح كمل شغلي وخليه يحط بنتك على راسه من فوق. طيب ليش وقت اجى لعندك ما اشتغلت فيه من غير ما تدله على السحر حتى يشك فيني؟ لألف سبب. أول شيء كان رح يروح لعند غيري ويطلع له إياها ويقول له الساحر إنه أنت اللي حطيتيه. تاني شيء خلص هيتي وقعت بين إيدين دجال. بس الحق علي أنا اللي جيت لعندك. الله يسامحك. لا تتدروش أصلاً مو طالع بإيدك شيء. لا بيطلع بإيدي بس أنا عملتك بلطف. اي لا لا بدي لا لطفك ولا عطفك بس يكون بعلمك انت اللي رح تندم. اللي بيفوت لعندي هو اللي رح يندم. روحي هلا ورح ترجعي وتبوسي ايدي ورجلي. شو قصدك؟ قصدي رح صلت عليكي ورح خليك تمشي بالشوارع مثل المجنونة. دجل مو طالع بيدك شي. وحياتك ما رح تلحقي توصلي على البيت لترجعي.